صراحة صدمت كتير بالانترو اللي حضرتك عملتها. بعرف انه مخنوق ومتضايق وزعلان على الوضع اللي احنا فيه، صحيح. بس ما كنت عارف انه هالقد، ليش؟ يعني ما كنت عارف انه جورج قرداحي وصل لمرحلة القرف. رودولف، ليش انت مش قرفان؟ بلا، ليش في شيء لبناني منه قرفان؟ انا بعتبر انه عم بعبر بشعور كل اللبنانيين من كل الطوائف وكل المذاهب وكل الاحزاب. هيدي وجهة نظري وقلتها بصراحة على برنامجك اللي بتشكرك باستضافتي. تسلم، انا بكبر بوجودك معي استاذ جورج، بس صدمنا اكثر انه حكيت عن 17 تشرين. كان يعني ممكن تصير ثوره بس ما صارت ثوره. يعني اليوم حضرتك معترف فيها باسبابها، بكيف صارت، بكل تفاصيلها. شوف، عندي مآخذ كثير عليها. بالاول كان عندي امال كبيره وضعت عليها، وحتى باول تويتات عملتها يعني دعما لهذا الحراك اذا بدك، كان عندي كلام كثير ايجابي عنها، وقلت لهم انه رفعتوا لنا راسنا وفيقتونا. يعني هالشعب النايم صحي، وصحي بشكل حلو. يعني برايك صحي؟ برايك صحي؟ انا فكرت بوقتها انه صحي، بس بعدين صار عندي تحليل لما حصل، وبتصور انه يعني حتى هذه الثوره اللي سميت ثوره خيبت لنا امالنا كمان. هذه وحده من خيبات الامل.